بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين. أخواننا الكرام، في هذا الفيديو نشرح عن مرحلة الجداد. ومرحلة الجداد هي آخر مراحل خدمة المزارع من مرحلة التلقيح إلى مرحلة الجداد، تعتبر هي الخاتمة بالواقع. طبعا خدمات النخيل لا تنتهي طوال العام، ولكن هذه مرحلة الحصاد التي يحصل فيها المزارع على ثماره، وتحتاج إلى اهتمام خاص، وطبعا تحتاج إلى عمالة زائدة. الآن نشرح جداد نخلة العنبرة. نخلة العنبرة نخلة من الأصناف المشهورة في المدينة المنورة، وتأتي متأخرة، تأتي متأخرة. فمن أول رطب نخلة لون تمساعد، أبكر نخلة في المدينة المنورة، إلى حصاد نخلة العنبرة قد تكون مدة 3 أشهر. الآن نحن في آخر مرحلة الحصاد في المدينة المنورة، وآخر مراحلها هي حصاد نخلة العنبرة. طبعا المزارع يجب أن ينظر إلى النخلة إذا كان استوى أغلب التمور. بعض البلح طبعا يأخذ فترة طويلة، وهذا لا يتحول إلى مرحلة التمر النضج، ولكن الآن هذا أغلب العذق جاهز للحصاد. الآن يصير الجداد. الجداد هو قص العرجون. هذا العرجون، حط الكاميرا هنا، يتقف. بسم الله، قل بسم الله. تحت تحت، من تحت من تحت من تحت من تحت. أيوه من تحت سياد. ها الآن يقص العرجون. جيب نزل. أيوه قص ال تعال من فوق. بس لا، نزل العرجون، نزل. أي نزل هذه. أيوه تحت. أيوه هي بايفت عينها. هذا هو القنوة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا القنوة الآن تم حصاده. طبعا يتم وضعه على فراش، ويتم تنقية التمور. هذه طريقة حصاد النخيل. طبعا هذا يسمى العرجون. هي فرصة للتعريف، فرصة للتعريف في النخيل. هذا يسمى القنو أو العذق. هذا الكامل يسمى العذو، العذق أو القنو. طبعا تعقد الثمار بعد الحصاد بسيطة، ثم تنمو سبحان الله العظيم حتى تصبح بحجمها الطبيعي. الآن هذا تمر جاهز للحصاد. هذا الشمروخ، هذا يسمى الشمروخ، هذا يسمى الشمروخ، وهذا يسمى كامل العذق، وهذا يسمى العرجون. هذا يسمى العرجون، هذا يسمى عذق أو قنو، وهذا المصطلح له. وهذا الفيديو للتعريف به. المزارع طبعا يضع هذا على فراش، والعمال ينزلون التمور ويفرزونها عدة مراحل حسب جودة التمور وحجمها، وكذلك إخراج التمور الغير صالحة. نسأل الله أن يجعل في ذلك علما ننتفع به، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.